كشفت اللجنة الأولمبية الكويتية عن وجود تهديدات من قبل مسؤولين في الحكومة لبعض أعضاء مجالس إدارات الأندية والاتحادات الرياضية، وذلك قبل 4 أيام من انتهاء مهلة اللجنة الأولمبية الدولية. قررت لجنة دوري المحترفين الإماراتي تأجيل مباراتين للأهلي في الدوري بسبب ارتباطه بنهائي أبطال آسيا أمام غوانزو إيفرغراند الصيني. حافظ العين على صدارة الدوري الإماراتي بعد انتصاره العريض على مضيفه الشباب ب4 أهداف مقابل هدف واحد في افتتاح الجولة السادسة. يسعى انتر ميلان لاستعادة صدارة الدوري الإيطالي ولو بشكل مؤقت، وذلك عندما يحل ضيفا على باليرمو في افتتاح الجولة التاسعة.